واحد بيقول انا انسان خاطي ضعيف الارادة، ليس للجهاد وجود في حياتي، وهذا يشعرني باكتئاب دائم. بدل ما تكتئب حاول انك انت تقوي ارادتك، حاول انك انت تقوي ارادتك بالتدريب الطويل. تبتدي تقوي ارادتك في حاجات بسيطة، بعدين في حاجات اقوى من كده، بعدين في حاجات اصعب، لغاية لما ارادتك تقوى وتبقى كويسة. لكن الاكتئاب يا ابني هيفيدك بايه؟ ولا حاجة. واحد بيقول يقول بولس الرسول اني اكمل نقائص المسيح في جسدي، فما معنى هذا القول؟ صحيح الام المسيح كانت لا تطاق، ولكنها من نوعية معينة. يعني في انواع الام ما تعرضش ليها السيد المسيح. لما نقرأ قصص الشهداء نلاقي انواع واشكال من الالام، ولكن الالام اللي تحملها المسيح في حد ذاته الام شديدة جدا ولا تطاق. فلما بيقول اكمل النقائص، يعني مثلا بولس الرسول انكسرت به السفينة، ما حصلش ان هو المسيح انكسر به السفينة. بيقول ان مرات عديدة يعني اخذ من اليهود 40 جلدة الا واحد، المسيح مرة واحدة. يعني بيقول او معنى الكلام ان القديسين في مجموعهم يكونوا مجموعة كاملة من الآلام، سواء اللي جربها المسيح أو اللي ما جربهاش. يعني في قديسين اتنشروا، المسيح ما اتنشرش. في قديسين اتحرقوا بنار، المسيح ما اتحرقش بنار. فتكملة النقائص يعني يكمل النوعيات التي لم يتعرض لها السيد المسيح.